لكن دعني في الأول أتحدث عن، وقد تحدثنا معا قليلا اليوم في هذا الأمر، عن الفلسفة التي ينبغي أن تحكم الأداء بتاعنا الفترة القادمة ابتداء من هذه الحلقة، لأن الحقيقة يأتي إلينا المتبرعون الحقوا 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 فلان قال فلان قال فلان قال فلان قال فلان قال. قد يكون هذا بدافع الحب الشديد، ولكن أيضا سوف يكون هذا على حساب رسالة البرنامج نفسها. رسالة البرنامج ليس فقط الرد، إلا على ما يستحق الرد، إلا على ما يستحق الرد. اثنين، هناك معلومات عايزين نضخها عن عظمة الأهلي، هناك قضايا عايزين نسيرها من وجهة نظر النادي الأهلي، هناك أمور إن ما تناقشتش في ملك وكتابة هتتناقش فين. فاتفقت معك وأنت صديقي ومعلمي الإعلامي أستاذ يا باشمهندس إن إحنا نعمل جيش جنود أبناء الأهلي، اللي هم اكتشفنا جزء منهم من السوشيال ميديا وجزء بالعلاقات الشخصية أنا وحضرتك، وما خيبوش ظننا وأن هم بيتلقفوا القضايا، وبمجرد ما بنلمح لهم بيبحثوا في كذا أو هم يتطوعوا بنوصل لمنتج جيد عالي. فده بإذن الله يعني مع مزيد من الجنود ما أقول لهم جنود الأهلي لهم منبر في هذا البرنامج. أما نحن فسنلتفت فقط إلى ترسيخ إن محدش يجرنا لمعركة إلا في التوقيت اللي احنا عايزينه وبالأسلوب اللي احنا عايزينه والزمان والمكان والسلاح اللي احنا عايزينه. سلاحنا الرقي، سلاحنا الموضوعية، سلاحنا الاختلاف مع المكتوب وليس الكاتب، وإن كان الكاتب أحيانا بيزودها بيخلي كل المكتوب بيشاور عليه، كل ما ينطق وكل ما يكتب ما بيقولش غير هو كلام اللي هو لجج واللي نقوله ونعيده واللي نرد عليه يرجع يقوله. وبعضهم الحقيقة يجد أن في هذا لفت نظر للخروج إلى الأضواء مرة أخرى أو مرة جديدة، ربما بعضهم خارج الأضواء من الأصل فيبتدي يتمادى ويدعي ويصرخ، ودول هيبقى لنا معاهم وقفة. أرجوكوا رد علينا، أرجوكوا رد علينا. فأحيانا من الناس تبعت لك الشتيمة، فأنا رأيي إن احنا نرد على صراخه بمطال موضوعية، والله هنصدقكم هنصدقكم وناخد من كلامكم ونقدم بلاغ للنائب العام، احنا عايزين الحقيقة زينا زيهم، بس بشرط ايه بقى؟ الكذاب يروح فين غير النار؟ يروح مارينا. لا، ما ينفعش انك تتقول على الاهلي وتتقول على تاريخه وتقول لدي المستندات صحيح. وتقول لدي الاثباتات، وانا سبق وقلت وكانك تعيش المظلوميه اللي بقت بكائيات دمها تقيل، حتى مؤيديك مش فرحانين بيها، عايزين يخرجوا منها بقى. لان طول ما انت بتبكي ما بتشتغلش. انت عملت ايه؟ توضح ان اللي قدامك مفتري، لكن لا توضح كفاءتك. يا اخي اللي قدامك مفتري، بس انا راجل كفاءتي اكبر واكثر افتراء. ما بيفكرش حد كده. فاحنا يا استاذ ابراهيم هذه الحلقه فلتكن انطلاقه لترسيخ هذا المعنى، والكلام اللي اتقال وتردد على بعض الالسنه انا ارجوهم بتوجه للنائب العام، وسنتضامن معهم ونكتب شكوى فيما يقولونه ضد النادي الاهلي. احنا معاكم بقى، احنا المحامين بتوعكم. بس ايه؟ محامي بيقول لك غلطه مفيش شاطر حتى، الغلطه بفوره بقى يا حبيبي، هقف معاك ولو ليك حق هجيبه لك، حتى لو ضد النادي الاهلي، بس لو مالكش حق فكر قبل ما تنطق. طيب، عشان كده الحلقه النهارده بقول لكم مهمه جدا، وبكل ما فيها يكون الابرز انه مفيش حاجه اسمها كده.